لليوم الثالث على التوالي تتواصل جلسات البرلمان في مدينة سيئون بعد انتخاب رئيس وهيئة جديدة للمجلس، وخصصت هذه الجلسة لمناقشة قضايا عامة، حيث بدأت بمداخلات من أعضاء البرلمان لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة، أبرزها ضرورة صرف رواتب الجيش بانتظام ومعالجة توقف الجوازات في المناطق المحررة والإسراع في معالجة الجرحى من رجال الجيش والأمن، بالإضافة إلى مراجعة التعيينات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية. تأتي هذه الجلسة في ظل عدم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، والتي قدمها رئيس الوزراء في الجلسة الثانية للمجلس. طبعا من خلال المتابعة لما دار في جلسة اليوم لم تكن هناك مواضع محددة، كانت الجلسة مفتوحة لقضايا عامة، طرح الأعضاء كثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع القائمة سواء في الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب التوظيف ومعاناة المواطنين. البرلمان الذي بدأ أولى جلساته في مناقشة ميزانية الحكومة عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وأعضاء المجلس لمناقشة ميزانية العام الحالي، والتي قدرت بأكثر من تريليوني ريال من الإيرادات وبعجز مالي بلغ 30%. في هذا البيان المالي يتحدث عن كم حجم الإيرادات والتوقعات، هي عبارة عن توقعات لحجم الإيرادات وما هي أوجه النفقات. نحن نعرف أن بلادنا تعرضت إلى انقلاب قام به الحوثيين، صدرت كل ممتلكات الدولة، صدرت الدولة بشكل كامل، ولهذا من أبرز الصعوبات هي قلة الموارد المالية والالتزامات التي أصبحت تثقل كاهل الحكومة فيما يخص صرف الباب الأول والنفقات التشغيلية. وهناك ضغط علينا في قضية تبني كثير من المشاريع في البنى التحتية، لا نستطيع الآن الإيفاء بهذه الالتزامات. رئيس الحكومة الذي قال أنهم سيعتمدون حزمة من السياسات والتدابير والإجراءات التي تمكنها من الوصول إلى تحقيق أهدافها الرئيسية، وبصورة واقعية شدد أيضا على مواصلة العمل على استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة وفق الأولويات التي تفرضها متطلبات المرحلة الحالية. مجلس النواب يبعد عن المعركة 1000 كيلو، ماذا بعد مجلس النواب؟ هل حيستمر الوضع كما هو؟ هل حيستمر الفساد كما هو؟ هل حيستمر الانفلات كما هو؟ وأنا أقصد بهذا الكلام الشرعية، إذا استمر هذا الوضع فلا نركن أننا سنصل في مفاوضات مع الحوثي إلى حل. وخلال جلسات البرلمان شدد الأعضاء على ضرورة خفض الإنفاق والترشيد من خلال تقليل عدد الوزارات وتقليص التعيينات في السلك الدبلوماسي وبذل جهد في تشغيل الموانئ والمطارات. لا زالت التساؤلات مطروحة لدى أعضاء البرلمان حول الموازنة العامة للدولة التي يترقب إقرارها خلال الجلسات القادمة. حداد مسعد، قناة بلقيس، من قاعة البرلمان، سيئون.